هو قال لي ان هو مخبيها تحت مهره اسمها صفاء. وهنجيبها صفاء دي منين بقى ان شاء الله؟ احنا ممكن ننادي ونقول يا صفاء واللي ترد تبقى هي دي صفاء. مين اللي ترد؟ الحسينه. ده الكلام ده فلاين كينج بقى يا جماعه. لعلمك اذكى طائر على وجه الارض الحصان، يجي بعديه في المرتبه الثانيه الكنغر والثالثه السنجاب. ده حقيقي، انا قريت المعلومه دي على جوجل ماب. معلش انا اسف يا جماعه، ممكن طلب؟ انا عارف ان انتم مأجلين موضوع الخلفه شويه عشان ظروفكم، ممكن نمنعه خالص عشان ظروف البلد؟ لان الابن اللي انتم هتخلفوه هيجي في المرتبه الرابعه من الذكاء بعد الكنغر والسنجاب، انا قريت ده برضه في جوجل مابس. يا بهايم فكروا شويه، هتلاقوا ان اسامي الحسينه مكتوبه على العنابر. بس والله العظيم يا فخر احنا لو نادينا. بس بقى بس. ايه ده؟ صفاء التوخي يالا، شكلها بتصور مسلسل جوه، تيجي نتصور معاها؟ يلا استنوا، في صفاء تانية، صفاء السبع. لا كده لخبطه قوي بقى كده. معاكي حق. طيب معلش بقى فخر، انا مضطر انادي. اتفضل نادي. بص يا صفاء وصفاء، انا هنادي واللي معاها الفلوس ترد عليا. يا صفاء يا صفاء. اهي ردك يا فخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا سيد، هو اي حد ينادي على الحسين ترد عليه؟ ولا انت ربنا مديك السوبر هيرو دي؟ استنى انا هجرب. يا صفاء انت متاكده انت الحصانه اللي معاكي الفلوس؟ طبعا. امنت بالله، امنت بيك يا رب. يبقى البورس اللي كان بيكلمني في البيت ما كانش تهيؤات، ده كان بيقول لي اعمل لي شويه شاي معاك يا فخر. هخش اسحب المهره عشان ندور جوه براحتنا. ماشي يا صفاء، يا صفصف قوم. يلا يا صفاء، يلا قوم قوم يا صفصف، يلا يلا تعالي يلا. اقف عندك انت وهي. يا نهار اسود، دي طلع نصها حصان ونصها صفاء. في ايه يا صفاء؟ انت بتعملي كده ليه؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ يعني مش المهره صفاء، علي سكر الدايف، وانتوا عشان حفتوا من الاغبيه وقعتوا في المخرز. والله يا صفاء احنا كنا جايين وكل نيتنا خير. بقول لكم ايه؟ انا مش هقتلكم واظفر يدي بدمكم، انا هبلغ عنكم البوليس عشان تعيشوا بعاركم طول عمركم قدام. استنى، لو عايز تحاسبهم حاسبني انا، انا اللي قلت لهم يسرقوا الفلوس. بالظبط، حاسبها هي، هي اللي قالت لنا نسرق. يلا خدها بقى قدامه ارتاج. انت يا ارتاج؟ ليه يا بنت الناس؟ ناقصك فلوس اياك، قلت لك قبل كده لو محتاجه حاجه انا اللي جبت سداد. الفكره مش في كده، سيد عليه فلوس ولو ما دفعهاش هيقتلوه، وانا بصراحه افدي سيد بروحي. الموسيقى المؤثره دي امسك نفسك يا عم سكر. ده دعا بنت الريتاج، الست اللي تعمل كده مع جوزها لا يمكن قلبها يكون مع حد تاني. انا اتاكدت دلوقتي انك مش ليا. ما تقولش كده يا عم سكر، ما تعرفش النصيب شايل ايه. ايه القرف اللي انت بتقوله ده يا سيد؟ ما اصله صعب عليا قوي يا ريتاش. وانتوا كمان صعبتم عليا، بقول لكم ايه؟ انا عفيت عنكم، لا هبلغ عنكم بوليس ولا دياوله. انت بجد انسان جميل قوي يا سكر، وفعلا انا بحبك زي اخويا، بس ممكن اطلب منك طلب؟ امر يا جميله الجميلات. ممكن ما تقولش لماما على اللي حصل؟ مش هقول لامك على حاجه، سركم كبير.